السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم اخواني، واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي في معهد الموسيقى في بغداد. اشرب بكم، واليوم عندنا فيديو جديد. اليوم راح نتحدث عن المخطط لأي مقام معين، ناخذه بالتسلسل ونبدأ بمقام النهاوند. قبل ما أبدي بشرح المقام على المدرج الموسيقي هو والأجناس والدليل الموسيقي، أحب أن أنوه عن الدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات في الشهر، 8 محاضرات في الشهر تعلم العود، 8 محاضرات في الشهر تعلم الغناء، مقابل الاشتراك الشهري المحدد لكل دورة. نبدي احنا هنا، راح نشوف امامكم بالصبورة. اول ما نبدي نرسم الخمس خطوط، هذه الخمس خطوط طبعا نرسمها، الخمس خطوط احنا، هذا المدرج، هذا مفتاح صول. راح نبدي لكل مقام إلى قضية مهمة، كل مقام إلى درجة يستقر عليها أو يبدأ من عدها، لكل مقام عنده درجة استقرار يبدأ من عدها. يعني مثلا عندنا العجم يبدأ من الدو، حاليا هذا مقام النهاوند، مقام النهاوند، والنهاوند هي اسم مدينة في بلاد فارس في إيران. أول ما تعرف أنه مقام النهاوند، كيف تعرفه؟ يبدأ من الدو وعلاماته سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول. من تشوف ذن الثلاثة وتشوفه بادي من الدو، يعني هذا نهاوند. ري مي فا صول لا سي دو، اوكي، من الدو للدو، هذا السلم تبدي بي دو ري مي فا صول لا سي دو، اوكي. فالدو يصير عندك هنا اصبع ثالث، ثم ري مطلق، خليه علامة صفر حتى تعرفوها مطلق، ثم عندنا النهاوند اللي هو اصبع اول، ثم عندنا الاصبع الفاء اصبع ثالث، ثم عندنا الصول مطلق نقطة، ثم عندنا اللا اصبع ثاني، ثم عندنا السي اصبع ثالث، ثم عندنا الدو نقطة مطلق. اكتبها بالانجليزي دو 3 0 مطلق اللي يعني الري، المي 1، الفا 3 اصبع ثالث، لأن اكو بعض البلدان انه ما يعرفون هاي ارقامنا، سؤال بس فقط يعني العراق ودول الخليج. نقطة يعني مطلق صول، وعندنا اللا اصبع ثاني، وعندنا السي اصبع ثالث، وعندنا الاخر وحدة اللي هو زيرو دو. اذا هذه الاصابع شلون نعرف مقام النهاوند؟ ياخذ 3 علامات تحويل ويبدا من الدو وينتهي بالدو. طبعا الاجناس مالته، الجنس الاول راح يصير عندنا جنس نهاوند على درجه الرست، هذه 4 درجات جنس نهاوند على درجه الرست، يعني دو، هاي دو ري مي فا صول، دو ري مي نا، راح يصير عندنا من الدو الى الفا من الدو الى الفا من الدو الى فا دو ري مي فا، هذا جنس اول على درجه الرست يعني على الدو. والجنس الثاني هذا وين؟ اين راح يصير عندنا جنس حجاز على درجه، شوف هنا قدامك جنس حجاز على درجه النوا، والنوا هو شنو؟ يعني الصول. ياخذ جنسين النهاوند بعد ما عرفنا حاليا،
ياخذ عنده جنسين نهاوند واحد جنس نهاوند على درجة الرست، اثنين جنس حجاز على درجة النوى. طبعا بالمناسبة بالنزول اكو اجناس اخرى فرعية تصير مئتة، لكن ما نريد ناخذ فترة نشرحها فيما بعد. الان انتم عليكم انه تبدون صاعد تعرفونه، وبالهبوط ينزل عندكم يصير عندكم هذا الجنس حجاز، راح يتغير عندكم طبعا، يجي يصير عندك جنس كرد تتحول السي النطرين الى سي طبيعي. لكن تذهب نفس الاصابع اللي اعطيتك اياها ونفس الارقام اللي اعطيتك اياها تصعد بها، وبالنزول لا يصير عندك كرد تتحول السي النترالي تحول الى سي بيمون، وبه اجناس لكن يحتاج انه نشرحها من خلال الدروس اللي بيها اشتراك اللي للطلبة نقدر ناخذ وقت في الفيديو باليوتيوب، ما نقدر ناخذ وقت اكثر. تحياتي لكم، واتمنى انه استفاديتوا من هاي المعلومات، واتمنى تكونوا بخير، تنسون اللايك والاشتراك. وتحياتي لكم اللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية، الاشتراك الشهري موجود، رقم الهاتف الواتساب في اسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.